حارس شارلوروا البلجيكي منظر الكباير 52 عام يدرب في المنتخب وتعود واحدة واحدة شركات له في كأس افريقيا للأمم. أدما كيرا أكبر لك والحظ معك ترجع كرة من أسامة حدادي مخالفة ضده أسامة الحدادي المخالفة ضده 30 عام أسامة الحدادي وهبي تأمين من أسامة الحدادي ما يلعبش يا أسامة ما يلعبش ما يلعبش يا حدادي من فضلك أو أعطانا ومضى ونسخة أولى منتخب بوركينا فاسو. منظر الكباير 52 عام يدرب في المنتخب وتعود واحدة واحدة شركات له في كأس افريقيا للأمم. أدما كيرا أكبر لك والحظ معك ترجع كرة من أسامة حدادي مخالفة ضده أسامة الحدادي المخالفة ضده 30 عام أسامة الحدادي وهبي تأمين من أسامة الحدادي ما يلعبش يا أسامة ما يلعبش ما يلعبش يا حدادي من فضلك أو أعطانا ومضى ونسخة أولى منتخب بوركينا فاسو. عيسى كابوري اللي حكيت ثقة أو التصويب وبشير بن سعيد بدون أي معاناة 30 عام لبشير بن سعيد في خامس مباراة بداية حكم في الإيقاع المنتخب البوركيني يلزم نرجعه والحكام يأتي مخالفة جوشوا بوندو الحكام البوتسواني يأتي مخالفة ضد وهبي ممتاز منتخب بوركينا فاسو مرة أخرى وهبي الخزري يلزم يتجنب الانذار الخزري التصويب مرتدة يا لطيف ارتف أسطوري يا ستار أسطوري يا ستار بصفة مسترسلة منذ 1994 تغييرات قد تكون هذه المرة جدية بمغادرة الحارس إيرفي كوفي بلال لأسامة الحدادي مرتدة تعدي من ديلان براون وعملت يوزع والركنية يلا جيبوا لنا الحيفة وجيبوا لنا ديلان براون ثنائي محور الدفاع للكرات الطويلة والركنيات ويوسف يغطي ويوسف يوزع وترجع نية الاختراق ردوا بالنا يا بشير يا بشير يا ممتاز وين دراجن ضاع وهزوا القطار شوف القطار يا خويا القطار دراجر في ما نجح ولكن ما يعديش في اخر لحظه الكره الاخيره لستيفياغو يا ولدي وينو يحاول التصويب خضري اشنو هذا ايش حديد لها يا وهبي هذه هي الصاروخيه جاية من قلب العاصمة التونسية ولولا يرفي كوفي ترتد الكرة دراجر يا اود لوهبي وين وهبي ضاعت علي معليش غيرها بغيرها 28 دقيقة يرجع التوازن بين تونس وبوركينا فاسو يوسف يعدي الاول والمخالفة وكورة كورة في دار ديلان براون كانت اختيرها الكرة وسخيري يدخل بكل أناقة قوة كبيرة منتخب بوركينا يكسب المخالفة فارق السرعة لصنع البوركينيين بس يلا لو أقبل